بنتي عندها متلازمة داون. أختي الصغيرة اليوم عيد ميلادها طيب، والدكتور قال إنه يعني أفضل إنها تكون اجتماعية يعني معها ناس. وهي مريضة متلازمة داون زي ما أنت شايفة، يعني أنا ودي إنها تحس إن مننا وفينا، ودها تختلط. هي عيد ميلادها اليوم، ودي أسوي لها مفاجأة. واليوم عيد ميلادها، وبما إنه عيد ميلادها حابة يعني تشاركوني وزي كذا، إذا ما عندكم مانع. أنا صراحة عزمت صديقات وكذا بس ما حد جا، ودي يعني نشاركها ونحسسها إنه هي خلاص. حابين تجون ولا؟ طبعا. يعني ما عندكم مانع صح؟ كلكم يعطيكم العافية. تجون معي يعني إذا ممكن. ما عندكم مانع؟ أكيد طبعا، لازم نشارك، لازم نشارك. نبغى نحسسها إنه هي يعني شيء معانا في المجتمع، وهي جزء منها. يعني أبيكم تحسسون إن أنتم منها وفيها. أوكي. الله يخليها لي. فودي والله تشاركونا في الحفلة إذا ما عندكم مانع يعني. آمين يا رب. خلاص موافقة؟ ما عندك مشكلة؟ حابة تحضر معنا؟ والله. هي دي الرحمة. طيب تعالوا معي. شكراً شكراً. مشاعر بسيطة لكنها كبيرة قوي عند غيرنا. شوفي ايش جبت لك، شوفي من جبت لك. الكلمة الطيبة رحمة، والضحكة بحب إنسانية. شارك مهما كان اللي بتقدمه قليل. خلاص مبسوطة؟ أجبت لك الناس. كل عام وانت بخير. شوفي هذول صديقاتك يصيرون. هي دي الإنسانية اللي المفروض نعيش فيها كلنا. حلوة دي حبيبي. لسه لو انت طيبة.